تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الثقافة، ده كان بحضور سيادة الوزير محمد صابر عرب وزير الثقافة. للمزيد في هذا التقرير. من أجل تعزيز التعاون الثقافي، وقعت وزارة الثقافة مساء أمس بروتوكول تعاون ثقافي مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمسرح الجمهورية. نحن نريد أن نرتقي بطلاب مصر، يكون هناك منظومة ثقافية وفنية، هناك تعاون في مجال المسرح، في مجال الفنون التشكيلية، في مجال الأدب. وزي ما قلت إن أينشتاين بيقول أن الخيال أهم من المعرفة، فنحن نضع الخيال والمعرفة جنبا إلى جنب لكي ننتقل بشباب مصر إلى رؤى مستقبلية جميلة، يستشعرون الجمال في الكلمة وفي النغمة وفي اللون، لكي نحافظ على هذا الوطن العظيم مصر. الأكاديمية متميزة في العلوم العلمية والبحرية، فبنلجأ لوزارة الثقافة أنها تساعدنا في هذا الجزء، وكمان نبني المهارات الوجدانية والفنية والاجتماعية عند الطلاب بتوعنا. النهاردة حتى كمان شوية هنتفرج على عرض مسرحي من فريق المسرح بالأكاديمية العربية تحت إشراف الفنانين بوزارة الثقافة. الأكاديمية كصرح علمي فهي مش هنتكلم عليها لأنها واخدة مكانتها اللائقة بيها على مستوى الإقليمي. حابين إن احنا الأنشطة الطلابية والهوايات بتاع الطلبة ننميها شوية. فكرة المسرح نفسها والرقي المسرح والرقي الفني دوت، احنا حابين ان الطالب بتاعنا يبقى متميز في كل المجالات. الفعالية الثقافية شهدت عرضا مسرحيا قدمه طلبة الأكاديمية لرائعة ويليام شكسبير، وهي مسرحية حلم ليلة صيف، وهي تجربة جديدة للمخرج مازن الغرباوي تعرض على مسرح الجمهورية. البروتوكول بتاع النهاردة جات للدكتورة أنوار من حوالي 3 شهور أو 4 شهور، قالت لطلاب الأكاديمية البحرية ما بيعملوش أي حاجة، مش لاقيين حاجة يعملوها، عايزين نعمل بروتوكول معاك وازاي نشغلهم يعني. فطبعا أنا رحبت جدا، بعت لهم مازن الغرباء وعمل لهم ورشة، وعملت لهم بعت لهم كارنيهات المسرح المصري لكل مصري، وقلت لها ابعت لك مخرجين متعاقبين يعملوا ورش ويعملوا لهم عروض مسرحيه، واستضيف العروض عندي المميزه منهم، وهم الشباب يجوا يتفرجوا على كل المسرحيات اللي بينتجها البيت الفني المصري. احنا عملنا فتره كبيره جدا ورك شوب استغرقت حوالي 3 شهور عشان نقدر يتم اعداد لكوادر شابه على المستوى التمثيلي وعلى مستوى الالقاء وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى الموسيقي، عشان تقدر تكون جاهزه انها تتصدى لعمل شكسبيري قوي زي حلم ليله صيف. وان شاء الله يعني هي تجربه مختلفه بتقدم في اطار موسيقي، فيا رب ان شاء الله تكون تجربه موفقه وتسعدوا بالعرض باذن الله. احنا العرض بتاعنا حلم ليله الصيف رائعه ويليام شكسبير، عاملينها بطريقه جديده شويه، ميوزيكال كوميدي راقص في شقلباظات وحاجات جوه. احنا فرقه دي تاني عرض لينا، العرض السنه اللي فاتت كان الحوار ماخوذه من العربي الفصيح بتاعت محمد صبحي ولينين الرملي. السنه دي مختلفه تماما عن السنه اللي فاتت، السنه دي هي بتتكلم عن الانس والجن والبلاط الملكي، ان الانس بيتحكم الجن بيتحكم في الانس وبيبتدوا بقى يسحروهم وحاجات كده. ياتي عرض هذه المسرحيه في اطار بروتوكول التعاون الثقافي الذي وقعته الاكاديميه مع الوزاره، وكبدايه لمزيد من العروض المسرحيه التي تشترك فيها وزاره الثقافه مع الاكاديميه البحريه في بادره ثقافيه ربما تعمم على شتى الجامعات والمراكز الاكاديميه. أحمد مصطفى، قناة دريم.